بس من خلال القصة دي الجمهور اتعرف على ايه مشاكل الستات اللي بتدخل السجن، ايه مشاكلهم، مش كلهم قتالين قتلة ومش كلهم مثلا حرامية، لا في ناس عندها ظروف صعبة، في ناس عندها ظروف صحية. عايز اقول لك مثلا بعد المسلسل ده في ناس اتبرعت وجابت جهاز غسيل كلى وحطوه في مستشفى القناطر للستات اللي هناك. ده لوحده تأثير طبعا طبعا. مثلا مسلسل تحت السيطرة، انا شخصيا انا كان لي اول مرة كنت ادخل اتعرف على مرض الادمان من خلال المسلسل. بعد ما المسلسل اتعرض واتذاع انا يعني انا في دماغي انا بعمل حدوته، انا بعمل قصه، لكن بعد المسلسل ما اتذاع ونجح نجاح ساحق صراحه. طبعا الاستاذه مريم نعوم والمخرج الكبير استاذ تامر محسن، يعني هم اللي كانوا شغالين على البروجكت، والحقيقه انا ما اخترتوش، هو اللي اختارني. طبعا كل ده بعد يعني قاعدين نصور تقريبا سنه، يعني بقى كتير قوي، صح متقطع بس بصور. انا طول ما انا مركزه في العمل ده بالنسبه لي هو لسه ما خلصش، حتى لو عندي اجازه في نص اسبوع انا لسه مكمله. ف طبعا استاذه كامله ونانسي يعني كان قالوا لي طب روحي النهارده، روحي. فعلا اول مره فركشت في حياتي، يعني عمرها ما حصلت، بس يوميها كنت تعبانه جدا جدا، كنت ستريس قوي. روحت البيت اول حاجه عملتها ورحت استحميت، اخدت الجينز بتاعي اللي انا بلبسه عشان اتاكد ان انا مش مقاسي مقاس الست دي اللي شفتها في المرايه، سرحت شعري حطيت مكياج ورحت خرجت عشان اطلع عشان ارجع لنفسي انا تعبت. وطبعا شخصيات كتير، يعني مثلا سجن النساء استاذ احمد داوود صابر قعدنا انا وهو اكيد خدنا حبه عقبال ما نطلع من شخصيه سجن النساء غاليه دي، كانت صعبه جدا جدا. يعني مره برضو اثناء التصوير رحت خرجت في مول، قابلت واحد مخرج صديقي قال لي مين اللي مالك؟ قلت له لا مفيش حاجه. يعني بعد ما خلصت المسلسل وشفت صوري واحنا اتصورنا مع بعض اثناء المسلسل وبعد، انا بخرج بغلوه غصب عني.